مواطن من قضاء الميمونة أيضا يقول إن إيران وراء ما حصل للقضاء والحكومة لم تلتفت لمعاناتنا، فلنشاهد. لا والله يساعدك عمي. الله يساعدك خويا. شلون صحتك عمي؟ شنو أحوالك؟ جانين احنا خويا. سلامات. إن ما هي جانا هدت إيران علينا خويا، إيران قلبت علينا. هذا أخوك. وطاح علي بيتي أنا وفروخي. عمي حقك حقك. لا جانا لا محافظ كشي ماكو. جيد. احنا بالهدام غطينا. جيد. هذا تشوف حالي أنا وفراخات ماي على بيتي. صادك الله عمي صادك الله. لا محافظ لا وزير لا جحفري لا الإبراهيمي كشي ماكو. صادك الله صادك الله. ابن عمي. عم هاي الواد فايضة. راح امشي اقرب فايض وين احط اليوم تريقت بالطشت. الله الله بالطشت. انهبت خوي انهبت. صادك الله عم صادك الله. هذا فرح كساعة وغرق عندي كساعة وغرق واكتمت عليه الوادي. تقطونا هسه احنا مو عراقيين يا اخويا هسه ما غطانا غير تقطونا حيمه شنو ايرانيين منين جيناكم؟ صدق كذب عم هاي العصايرة لا دين احنا شلون شيعة شلون والله كريم والله الله موجود الله موجود. يلا شوف انقل غلطك عمي انقل غلطك انه بدينا قامت تمطر ادينا قامت تمطر علاوي ادينا قامت تمطر علاوي ادينا قامت تمطر يلا شو نسوي يا اخويا؟ يلا اخويا بعشرة نهبنا يا اخويا نهبنا وين نروح وين نمشي؟ ما نستملك ما نستملك حتى 5000 دينار الله وكيلك وين نروح؟ وفروخة هالغرقة جاني الماي ايران ذبت علي وانا فاهم يا حالي لا زرع لا فرع هذا شنو هاي شنو؟ هاي شنو هالدولاب هاي؟